لدى تسلم سموها جائزة الأمم المتحدة التي نالتها وزارة الصحة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين تزخر بالكفاءات الطبية، مشددا سموه على ضرورة الحفاظ على المنجزات والريادة التي حققتها الحكومة في المسيرة الصحية، وذلك بالاهتمام أكثر بالجوانب التشخيصية والبحثية وزيادة فرص التدريب أمام الأطباء في المراكز العالمية، بما يعزز من الثقة بين المواطن والطبيب البحريني، منوها سموه بالنجاحات التي تم تحقيقها على صعيد مكافحة الأمراض غير السارية. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة، التي أهدت لسموه الجائزة رفيعة المستوى التي نالتها وزارة الصحة من منظمة الأمم المتحدة عقب اختيارها لجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، تقديرا لمساهمتها البارزة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة الأمراض غير السارية. وخلال اللقاء هنأ صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزيرة الصحة وكافة العاملين بالوزارة بتحقيق هذا الإنجاز الدولي المشرف، مشيدا سموه بجهود وكفاءة الكوادر الطبية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وما حققته من إنجازات استحقت تقدير منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الأمراض والالتزام بأفضل معايير الصحة والوقاية والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين. وعبر سموه عن اعتزازه وفخره بما يحققه أبناء البحرين من منجزات عالمية رائدة في مختلف المجالات تجسد ما يتمتع به أبناء المملكة من كفاءة وقدرات إبداعية متميزة، مؤكدا سموه أن هذه الإنجازات المشرفة تعكس نجاح جهود البحرين وإيمانها بأهمية الاستثمار في المواطن البحريني باعتباره الثروة الحقيقية للوطن. ونوه سموه بما يشهده القطاع الصحي من تطور مستمر بهدف توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين والحفاظ على المستوى المتقدم والسمعة الطيبة التي حققتها المملكة في مجال الطب والعلاج على مستوى المنطقة. وأكد سموه أن الحكومة لا تدخر جهدا في دعم القطاع الصحي والنهوض به في إطار ما يشكله هذا القطاع من أهمية حيوية في إرساء دعائم التنمية المستدامة في المملكة، وذلك من خلال جهودها لتطوير المنظومة الصحية ورفع جودة وكفاءة تقديم الخدمات الصحية وتوفيرها للجميع. من جانبها أعربت وزيرة الصحة عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على رعاية واهتمام سموه بالقطاع الصحي وتوجيهات سموه المستمرة التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق إنجازات عالمية رائدة تجسد ما توليه الحكومة برئاسة سموه من دعم مستمر للارتقاء بالقطاع الصحي من مختلف النواحي لتوفير خدمات صحية تتسم بالجودة ومتوافقة مع المعايير الصحية العالمية. وعبرت عن الاعتزاز والفخر بفوز وزارة الصحة بهذه الجائزة الرفيعة، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المتابعة الحثيثة من سموه لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية، والتي ساهمت في وصول مملكة البحرين إلى مستويات متقدمة في مجال الرعاية والوقاية الصحية.